بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تواصل وزارة الداخلية مبادرات مأموري أقسام ومراكز الشرطة لدعم محدودي الدخل. يأتي ذلك في إطار الدورة المجتمعية والإنسانية لوزارة الداخلية لرفع العبء عن كهل المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجاً. في إطار الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية الذي يهدف في أحد محاوره لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، تواصل الوزارة فعاليات مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة، والتي تأتي تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، وتهدف إلى توزيع مساعدات عينية على المواطنين في المناطق الأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات. كل سنة وانتم طيبة، ودي هدية سيادة الرئيس ليكم. كل سنة هو طيب ويجعل من معودينا ولا ينساناش أبدا، يا رب يخليك وطول عمر ونجح مغازي. النهاردة لقينا الضباط داخلين علينا جايبين لنا كرتونة من سيادة الرئيس، الله يحميه يعني ويبارك له، بتأمن مستقبل أطفالنا لقدام وبتعمل مشاريع وبتعمل حاجات احنا ما شفناهاش قبل كده. كل سنة وانت طيب، دي هدية السيد الرئيس ليك. كل سنة وانت طيبين. كل عام وانت طيب، وكل سنة وانت طيب، وربنا يخليك لينا. تحيا مصر، تحيا مصر. والله يا رئيس انت بتعمل كل حاجة حلوة، وربنا يحميك لينا ويخليك لينا وتطولنا في عمرك يا رئيس. شكرا يا فندم، وشكرا للسيادة الرئيس، وشكرا على الانجازات اللي بقالها لنا، ربنا يخلي لينا. وكل سنه وانت طيب يا رئيس. كل سنة وانت طيب يا ريس، وكل عام وانت بخير، وربنا يوفقك على فعل الخيرات. شهدت المبادرات توجه مأموريات من مديريات الأمن إلى القرى والنجوع والأماكن الأكثر احتياجاً لتوزيع هذه العبوات التي تحتوي سلع غذائية ذات جودة عالية على المواطنين قاطني تلك المناطق، الذين أشادوا بهذه المبادرة وبالدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة الداخلية لهم. نشكر سيادة الرئيس تاني اللي هو فاكر الناس الغلابة وبيدعمنا، وتحيا مصر. ربنا يا رب يخلي الرئيس ويخلي وزارة الداخلية، دي ثالث مرة تجولنا، والمبادرة دي يا ليت تكرروها على طول وتبقوا معانا على طول، وتحيا مصر. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. ربنا يخلينا على الرئيس عبد الفتاح السيسي. تحيا مصر. المبادرة تعد أحد الإسهامات الاجتماعية الفاعلة من وزارة الداخلية للتخفيف عن كاهل المواطنين وتلبية جزء من احتياجاتهم. لما قرب وبعيد شعب الإيد في الإيد، والقلب وما يريد، وإحنا
حاجه بسيطه كده؟ ده كتير قوي الحمد لله. مش محتاجه اي حاجه؟ لا لا بجد والله. ده انت الدنيا كلها. ده كفايه ضحكتك يعني الجميله ودعوتك الحلوه. الله يبارك فيك. كل سنه وانت طيبه قوي. احلى هديه منك. ربنا يخليك. والله احلى انت وليا الدنيا كلها. من منطلق المسؤولية الاجتماعية لوزارة الداخلية تأتي هذه المبادرات الإنسانية المتنوعة التي تطلقها الوزارة لدعم المجتمع المصري بخاصة أفراده الأكثر احتياجاً لتخفيف الأعباء عنهم. لو احتجت أي حاجة تحت أمرك الله يبارك له يكرمه بصحته وعافيته. هنا ما بنعرفش الخوف نتحدى في أي ظروف. ربنا يخلينا الرئيس ويهدينا على طول يا رب وكل سنة وهو طيب. احنا فجأة كنا بنشتغل في الأرض وشغالين فجأة لقينا السادة الضباط جايين بيدونا كرتونة تحيا الرئيس وربنا يخليه لنا كده يا رب ويعني لنا مرضوا يا رب. هنا ما بنعرفش الخوف. دي هدية كده بسيطة من السادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل سنة وانت طيب. مش عايز اي حاجه؟ ربنا يخليه لينا يا رب وينصره يا رب. هنا مصر هنا مصر اللي عشناها اتباهى هنا مصر احلى بلاد الدنيا. تحيا مصر.